تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في يوم رمضاني جديد، ويوم إن شاء الله مليء بنيل الجوائز والمكافآت الإلهية في شهر أعده الله للعطايا وللهدايا، شهر فرشت أمامنا فيه سفرة ممتدة من الأقصى إلى الأقصى، فيها ما لذ وطاب من خيرات الله تعالى وما أكرمه من كريم، بل هو الكرم بحد ذاته. إذن سادتي الكرام، على بركة الله نبدأ معكم هذه الحلقة المباركة من برنامجنا الفقه وحياة، وضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. اللهم أمين منا ومنكم إن شاء الله. مشاهدنا الكريم، في مثل هذا اليوم المبارك انتصر المؤمنون في معركة بدر، وسنترك الوقت المخصص للتدبر في آية مرتبطة بهذا الشأن إن شاء الله تعالى، وهو يوم مهم جدا، وقد أشار إليه سماحة السيد ضيفنا الكريم قبل البدء بالبرنامج وأكد عليه، ونحن نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. بعدها مباشرة سنعود لاستقبال مشاركاتكم وأسئلتكم إن شاء الله تعالى. سيد الكريم، الآية المباركة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة آل عمران الآية 123: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. شكرا لله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال المسلم مرتبط بتاريخه، يعني لا يمكن، أو أي إنسان مرتبط بتاريخه، ولا يمكن أن نفصل الإنسان عن تاريخه. نعم. الإنسان بدون تاريخ يعني بدون جذور وبدون هوية. نعم. نحن تشكلت هويتنا بتاريخنا وبتضحيات أئمتنا وتضحيات أنبياء الله. نعم. ومثل هذا اليوم، يوم على حال وقوع حرب أو غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة مهمة، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت أول حسب تعبيرنا مواجهة بين المسلمين وبين مشركي قريش. نعم. وانصافا كان لقاء ومواجهة مصيرية، يعني استعراض للقوة، وقريش كانت تستهين برسول الله وجماعته. بعد كم سنة من ظهور الإسلام للعالم سيدنا؟ أحسنتم. يعني بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله، وبعد أن مني المسلمون بشتى العذاب والهوان والقهر، وخرج الرسول مع أصحابه إلى يثرب، إلى المدينة المنورة، فكانت هذه مواجهة أولى حسب تعبير مواجهة مباشرة. نعم. كانت مواجهات ضمن اعتقالات، ضمن قتل، ضمن تعذيب لأفراد، ولكن بشكل رسمي أن يواجه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قريش بهذا النحو، هذا لم يكن على حال مسبوق. نعم. مع العلم أنه رسول الله بفئة قليلة جدا وجماعة ضعيفة بدنيا، ضعيفة ماليا، ضعيفة اجتماعيا، جايين إلى المدينة منطقة جديدة، هناك أنصار، ولكن على حال تدري المهاجرون لما يهاجروا إلى مكان آخر لمدة يحتاج إلى أنه يصبح ذو شوكة وعظمة وقوة. على حال هناك حسب تعبيرنا نوع من عدم التكافؤ في القوة، يعني قريش وعظمتها ووضعها مع هؤلاء 313. أحسنت. 313 فرد، عدد جدا بسيط. رب العالمين وقف موقفا على حال مباشرا وأمدهم بجنود لم يروها المسلمون، لم يروها، ولكن الكفار كانوا يرون أولئك الجنود.
ورب العالمين هم وعد قال أيها الناس بهالطريقة اللي أقولها أنه أيها الناس أنا معكم بس أنتوا اصبروا واخلصوا اخلصوا في العمل والطاعة واصبروا واثبتوا أنا معكم وإلى يومكم هذا أيها الأحبة إلى يومكم هذا أن الله مع المؤمنين الصابرين المتقين ولن يخذلنا. وطول التاريخ يعني طول التاريخ كان الله سبحانه وتعالى مع الصابرين ومع المؤمنين وكأن معركة بدر مستمرة دائما. وكأنما أحسنت وكأنما هذه المعادلة ثابتة وموجودة وسنة قانون أثبت الله. وهذه أريد فقط أنبه ما جرى قبل سنين في عراقنا الحبيب من المواجهة الغير إنصافا غير المنصفة فيما يرتبط على حال الهجمة التكفيرية الكبيرة والقوى المختلفة كانت على حال تدعمها وكل الحسابات كان أن القضية ما تنتهي بسرعة ولكن لما وقف المؤمنون وجد الجد والكل على حال وقف بإخلاص وبتفاني رب العالمين أنزل نصره علينا صافا أنزل نصره علينا. واسمحوا لي أنا هذه الآية التي ذكرته سورة آل عمران فيما يرتبط بقضية البدر اسمحوا لي أن أقرأ ما بعد ذلك. تفضلوا سيدي. شوفوا اسمعوا جيدا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوفوا ضعاف ناس حسب تعبيرنا مشتثين من مجتمعكم مشتثين من عشيرتكم هذا من عشيرة فلانية مطرود لأنه صار مسلم ذاك هم منبوذ لأن صار مسلم تدرون اللي يروح إلى دين آخر عائلته وعشيرته تتبرى من عنده وقد على حال يستهدفونه وأنتم أذلة ولكن الله نصركم فاتقوا الله لعلكم تشكرون. التفتوا إلى هذه المعادلة أنه القضية قضية شنو إلهية ولا تعتمدون على شنو والله إحنا أقوياء وإحنا كذا وإحنا سلحنا وإحنا عدنا مدري إيش وإحنا دربنا لا لا ترى قضايا التدريب ما تدريب كذا ترى هاي كلها حسب تعبيري الطير في لحظة واحدة. ليش؟ إن أكو شيء اسمه إرادة الله هاي الإرادة هي المهمة. اسمعوا جيدا شو تقول الآية. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم يعني كأنما المؤمنون هم صار عندهم نوع من حسب تعبير نوع من التردد ها شلون هاي قريش يشوفون عدد كبير أمامهم سيدنا ألف نفر يجوا إحنا 300 نفر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الرسول قال له بابا ترى أنتوا الله وياكم والله في الواقع معكم بإرسالي 13 أضعاف عددكم وثلاث أضعاف الطرف الآخر بثلاثة آلاف من الملائكة. بعدين رب العالمين يأسس هذا القانون. رجاء التفتوا شو القانون جد جميل وهذا لكل الأخوة المؤمنين الصابرين المتقين المدافعين عن قيم الإسلام هذه ترى إلنا جميعا إحنا سواء كنا في المواجهات العسكرية أو في المواجهات الاجتماعية والفكرية. بلى الله يقول ترى القضية اللي صارت في بدر هذه أنا شنو أبني على قاعدة وهذا قانون أنا أسسه. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يعني المدد الإلهي شنو يجي ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مو بس ثلاثة خمسة وهكذا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. شوفوا أخواني رب العالمين ما أعرف شلون أنا أقدر أصور هذه الصورة صورة هواية جميلة شلون أصورها ما أدري بس خلوني أصور بهالتصوير هذا. تسمحوا لي أصور بهالتصوير. يجي واحد على حال يأخذك إلى استعراض عسكري
نعم. يقول سيدنا تعال شوف استعراض عسكري شو يسوون؟ يستعرضون قوتهم. نعم. آخر التقنيات، آخر المدرعات، آخر الكذائيات، تعداد صنوف الجيش ونوعية الكذا. من يشوف الله شنو هذه، شنو العظمة هذه؟ من يأخذك واحد من كبار الكذا أو دول العظيمة يقول لك تعال شوف استعراض، أنت تقعد شوف هذا الاستعراض، يصيبك النوع من حسب تعبير الهيبة والتهيب، شنو هذا؟ فلما تريد تتكلم أو تتواجه مع هالدولة لابد أن شنو تحسب حساباتك الكثيرة. نعم. رب العالمين يقول نعم، أنت إذا بوضعك المادي، بوضعك الخارجي، نعم أنت إنسان مهزوز وضعيف وعليه حال أذلة. أذلة وصفها بها. أذلة. نعم. ولكن يا أخي العزيز، تقعد على المنصة مع الاستعراض، أقعد على منصة الاستعراض وفكر في أنه وراءك ملايين من المدد الإلهي، بل عشرات الملايين من المدد الإلهي، من الملائكة وعليه حال والطمأنينة. شوف هذا الإرسال، الله سبحانه وتعالى ينزل الطمأنينة في نفوسهم، إنه هو بحد ذاته شنو مدد. لما تقعد أنت تقول أنا وراي الله، الله وراي، شنو فلان دولة وفلان دولة وفلان، شنو هذا الإحساس؟ هذا الإحساس من أنت قاعد، رجاء شوية شوف الصورة شقد جميلة. نعم. شوف هذا الاستعراض العظيم، الغواصين ومدري إيش، والطائرات والغواصات والحاملات الطائرات، شوفها، يجي ببالك أن الله سبحانه وتعالى عنده أبابيل، يقدر هاي الأبابيل جيش نمرود بلي جيش مولانا الفيل الذي قاده أبره الحبشي، أبره الحبشي كيف أنهاه وجعله كعصف مأكول. هذا من يجي ببالك أن الله سبحانه وتعالى أقوى من كل هذا، شو تحس؟ حس ذلة أو قوة؟ نعم. رب العالمين يقول اتكي علي، اتكاك خليك يكون علي. فالآية تقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله وياك. لما الله وياك بعد لا تخاف من كل شيء، من كل شيء. بس تقول لي سيدنا مو أنا قد ننقتل ننضرب كذا، عليه حال إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين يعني شنو؟ النصر أو إن أحسنت. فلذلك تشوف أنه أصحاب الحسين كيف دخلوا بشكل عجيب وغريب، عابس وغير عابس، يتخلى عن كل أدوات الدفاع، يا بوين أنا رايح أدافع عن ابن بنت رسول الله، يا بترك القتل، قتل أنا المن جاي؟ ما جاي للعيش، أنا جاي حتى أدافع. نصرني الله سبحانه وتعالى عليهم، استشهدتهم أنا في عليه حال في جنان الخلد. هذا الشعور نحتاجه يا أخي سيد أستاذ مرتضى، نحتاجه. لأن الشباب، نقول أيها الشباب، لا يخذلكم الإعلام، لا يخوفكم تخوفكم الضجة، هذه الأساطين وهذه كلها في واقع الحال أمام الله لا شيء. تقول وين؟ وبعض الناس يقول وين هذه القضايا؟ شلون أنا أقدر أتكي عليها؟ جيب قضية بدر، وجيب قضية أحد، وجيب قضية كذا. حنين، إذا عجبتكم كثرتكم، حنين بالعكس. نعم. عجبتهم كثرتهم، الله قال ها عجبتكم كثرتكم اتفضلوا. نعم. فرفع إيده الله، من رفع إيده؟ أوكلهم إلى نفسهم. فإذا أوكلهم إلى أنفسهم شنو؟ الإمام الصادق، إلهي إن وكلتني إلى نفسي هلكت. الله سبحانه وتعالى يقول شوفوا أنا هناك تعيشون بذلة وأنا مددكم، هنا تعيشون بعجب وغرور، أنا أخليكم على حال ترجعون إلي. الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإحساس بأننا أن الله معنا، هذا أفضل رصيد يمكن الإنسان يحسب عليه حساب. أحسنتم سيدي. في كل شيء. والكلام في هذا يطول جدا إنصافا، حتى الشباب الآن في مواجهاتكم، شبابنا في الجامعات، سيدنا إحنا كذا قلة والتنمر علينا والحكي علينا كذا. حبيبي أنت معاك الله،
رسول أو تاريخ، امشي بزودك وتكلم اللي عندك واطرح اللي عندك، لا تخاف لا تخاف، لا يهزوك. والله كم واحد منا جاي يدعو للإباحية، وذاك يدعو للاستهتار، وهذا يدعو للتعري. والله احنا شلون سيدنا؟ ما روح اشتغل، وهو الله سبحانه وتعالى يقول هو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إن يكون 20 منكم صابرون يغلبوا 200. مو قالها لو لا، هي آيات لو دعايات، آيات هذه. شبابنا اشتغلوا، شبابنا اعملوا، حتى لو أنت فرد واحد، فرد واحد. إن إبراهيم كان أمة، فرد واحد يحمل هم وأفق ورؤية وخطة، الله سبحانه وتعالى يمد، الله سبحانه وتعالى ينصره. نحن لا نتكلم عن القضايا بأنها مواجهات دموية، وإنما نتكلم عن صراع حضارات، صراع إرادات. لا بد أن تكون الإرادة الحقة والصحيحة، أن تكون قائمة وواقفة ولا تهتز إن شاء الله. أحسنتم سيدنا الكريم، إشارة مهمة جدا ولا بد منها، وسحب هذه معركة بدر إلى حياتنا اليومية، وكيف نستفيد من هذا الدرس وهذه العبرة. شكرا جزيلا لكم على هذه الإفاضات المهمة. إذن على بركة الله مشاهدنا الكريم، ندخل إلى بوابة المشاركات والاتصالات والرسائل، ونبدأ من أول المتصلين. من؟ رياض لو غياث؟ ذياب، تفضل أخي ذياب. لا رياض ولا غياث، تفضل ذياب. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله، حياك الله أخي. نعم، ثلاث أسئلة. عندي ثلاث أسئلة. ثلاث أسئلة، نعم تفضل. أنا صاحب محل يومي في أشتغل خمسة راجلة. نعم. ولكن عندي اليوم قاعد تجي علي مثلا يستغرب من عندي، وأنا ما أقدر أحسب عليه. نعم. وأنا ما عندي يعني يطلب المبلغ من عندي، أنا يطلب 10 هذا 15 هذا 50، وما أقدر أنا أقرأ بالعيادة، أنا ما عندي أعرف تليفوني، قلت له يابا راح أبين التليفوني وأتركه. بس شلون آخر شيء ما فهمتك، شلون؟ يعني يجي شخص يتغرب وانا ما اقدر اهدي يعني، وما عندي، بس انا كنت احتمال بحاله انقراريه، ما عندي اقدر انا اقول يا بابا راح ابيع لك تليفوني واقدر امشيك. تبيع له تليفونه وتمشيه؟ اي يعني اكو مرات بمر بحاله حرجه، مرات يعني انا مختلف هاي القضيه، دائما يجيني الناس تجي علي بالقرضه. يعني انت تاخذ جهاز التليفون مالته وتعرضه بمحلك وتبيعه وتنطي فلوسه لو شنو؟ لا ابسط الامور، يعني اذا ما عندي اذا برجع من الرياض اقول له يا ابا انا راح ابيع لك جهازي وامشيك انت. فشنو سؤالك شنو؟ الان انت هذا تصرفك تسويه حتى الطرف الاخر ترضيه وتقول له يا ابا ترى ما عندي، والله ما عندي، ولذلك ابيع تليفوني. واضح. نعم. فشنو سؤالك شنو؟ لا ما افتهم السؤال. يعني مثلا يقدر هيك عن بيته اللي ادور. واضح. هذا سؤالك جيد. واضح. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين دعاء الجيش الكبير ودعاء الجيش الصغير؟ ان شاء الله تسمع السؤال الجواب ايضا. الله يسعدك. بعد. السؤال الثالث، ما هو حكم تدافع أثناء الزيارة الوصول إلى الأضاحي المقدسة؟ بس تدافع. نعم. السؤال الثالث، التدفينات يعني واضح. واضح جدا، شكرا لك أخي ذياب وتحياتي لحضرتك، وموفق إن شاء الله، والله يوسع عليك من حلال رزق إن شاء الله. إذن متواصلين مشاهدنا الكريم باستقبال المشاركات والاتصالات والأسئلة من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. من خلال هذه الأرقام بإمكانك أن تتصل أو ترسل رسائل صوتية، وهناك تطبيق المجيب الموجود أسفل يمين الشاشة. هذا التطبيق يعني بس تفتح كاميرا الموبايل عليه، راح تدخل إلى هذا التطبيق وتحمله، وتلقى عدد كبير جدا من الأسئلة والإجابات، ممكن الكثير منها كان في ذهنك في يوم من الأيام. هبة أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أختي. شلونك؟ كنا حسين. حياكم الله أختي، تفضلي. تفضلي يا أختي، تفضلي، اسمعك السيد. السلام عليكم سيد. عليكم السلام، حياكم الله، تفضلوا. سؤال. سؤال بلا زحمة، أمي جبت طائر ولد. نعم. وربعه
فيقولون يسلمهم عقيقة وثواب. عقيقة صحيح هم ذيك الشيء يعني ولا تسأل عن تسألين عن العقيقة واجبة أو لا؟ إيه واضح إن شاء الله. بعد سؤال آخر أختي، تحياتنا، شكرا جزيلا لحضرتك، حياك الله. شكرا جزيلا لأختي الكريمة هبة، متواصلين باستقبال المشاركات. والآن بعد اتصال الأخت الكريمة هبة نتحول إلى رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا العزيز، أنا أصوم نهج ثواب صيامي إلى أم وأبي وهم كبار في السن ولا يستطيعون الصيام. قلت اللهم أشهد كما شهدت أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعلي ولي الله، اشهد يا ربي أن أهدي صيامي إلى أبي وأمي كما ربي يعني صغيرة، هل أكون مطلوب حتى أقضي ما علي بعد رمضان بسبب هذا الهداء وهم على قيد الحياة؟ السؤال الثاني، أنا أسكن في أحد الدول الأوروبية وصيامنا يصل إلى 19 ساعة وأعمل في مجال بناء بشكل يومي لمدة 15 ساعة. في أحد الأيام نزل ضغطي وكانت لدي دوخة قوية وفطرت، واليوم الثاني أيضا فطرت بدون قطع المسافة، هل علي إثم؟ متعمد وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأخ الكريم على رسالته الصوتية. نسمع مشاركة أخرى من أم محمد. أختي الكريمة أم محمد تفضلي. فقدنا اتصال أخت أم محمد، إن شاء الله تعود الاتصال مرة ثانية. كان سؤالين عند الأخ صاحب الرسالة الصوتية. سؤال أول، حسب الظاهر سيدنا وكان يتكلم عن الصوم الواجب، يعني نفس الصوم في شهر رمضان يهدي ثوابه بنية ما إلى والديه وهما على قيد الحياة، فيتساءل عن هل هو مطلوب لما بعد شهر رمضان. إن شاء الله نسمع الإجابة على هذا السؤال بعد قليل. عندنا رسالة صوتية أخرى نسمعها، تفضلوا. سلام الصبح وارجع للأربعة. بس عيدونا عيدونا البداية البداية. السلام عليكم سيد، أنا طالب جامعة أبني أدي دوام يوم بالأسبوع، أطلع السبعة الصبح وارجع للأربعة العصر وأنا صايم، أعتبر أنا مفطر لو أكمل صيام طبيعي. بساعة يطلع، بس خلينا نسمعها. سبعة الصبح. سبعة الصبح يرجع بالأربعة مرتين بالأسبوع. واضح سيدنا، كتبناها. شكرا للأخ الكريم صاحب الرسالة الصوتية. إذن لا نزال باستقبال مشاركاتكم، والآن اتصال من الأخ الكريم كاظم. أخي الكريم تفضل. مولاي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي عندي ذبيحة لأمير المؤمنين. نعم. يعني تصير نفسها وذكر لو ما أشكال. هي نذر لو شنو؟ لا مو نذر، شو وفاة الإمام عليه السلام الله عليه. واضح. إلا ذكر، تسأل إنه إلا ذكر أو لا؟ لا لا، إحنا ما شارطين، إحنا ما شارطين. واضح 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 واضح. تمام، تحياتي لك، شكرا جزيلا أخي الكريم على اتصالك، ويا رب إن شاء الله يتقبل من عندكم. عندنا اتصال من الأخ أبو محمد. أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، أدي سؤال. تفضل. مرات يعني أعرف أنا كل بيت أكو فيه مشاكل، صي مرات بعض المشاكل يصير يعني أسمع صوت بجهد المي، شنو حكم هاي؟ هل علي اثم؟ يعني هذا الجواب زين. انت سؤال ابو محمد، انت يعني مشخص مشكلتك، ما تقدر تسيطر عليها؟ يعني صعبه يعني، ان شاء الله تخلطها. تسمع الاجابه من السيد ان شاء الله. ما ادري بس مرات تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع الجواب. تحياتنا للاخ الكريم وشكرا جزيلا. وعلاقة أي إنسان بأمه يقدر يستشعرها من علاقته بأبنائه عموما. عندنا اتصال من من؟ علاء تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيونك؟ حياك الله أخي الكريم، سلم عيونك. استفسار على مود الرواتب مال العاطلين. نعم. عندي ابن خالي ضياء وميدان، بس ليش أسمائهم بدون أسمائهم؟ نعم. هاي دولة ثلاثهم يستلمون رواتب مال عاطلين وعندهم يعني شغلهم ماشي وما محتاجين مثل هم، وبعض المحلات يأجروها مثل غير الناس. ليش تجيب اسماء اول؟ زين جاي. المهم نعم صحيح واضح. نعم واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. السيد قال نفس اللي قلت أنا، ليش ذكرت أسماءهم بالبداية؟ عندك سؤال اسأل بشكل عام، إيش تذكر أسماءهم؟ إيه؟ هذا الجهاز في دعاء النسيت رحمه على والدك. ان شاء الله ان شاء الله تسمع. تحياتنا لك وشكرا جزيلا الاخ علاء، شكرا جزيلا على اتصاله. جميل ان ينصح الانسان الانسان، ولكن سرا بدون ان
يعني يشهر بهذه النصيحة. تحياتنا الأخ علاء وشكرا جزيلا. صح سيدنا لو أنا مشتبه؟ بلي يعني أكيد ظهر لكم مشكلة بيناتهم يريد يبين على أنه هؤلاء عملهم صحيح أو غير صحيح. إن شاء الله يسمعون الإجابة ويسمع الإجابة أيضا الأخ علاء. متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم. عندنا اتصال من الأخت الكريمة أم أمير. أختي تفضلي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي زوجي يضرب الجهال كل صغير، شو تنصح يعني؟ يضرب الجهال يعني ضرب تأديبي لو يضربهم ضرب قاسي؟ لا يعني جهال من صغار يعني على أي شيء يضربهم، على أي شيء. نعم. شلون يضربهم أختي أم أمير؟ بس وخري عن التلفزيون، خلي يطفوا التلفزيون وبس من التليفون اسمعينا انه قاعد ياثر على الاتصال. شلون يضربهم؟ ففقدنا الاتصال. تحياتنا شكرا جزيلا. فعلا بعض الاباء يعني يقصون بالضرب على ابنائهم. هم يحتاجوا الى تربيه. نعم سيد. بعض الاباء هم يحتاجوا الى تربيه، واقع الحال. بعض الاباء هم فاقدون لمقومات الابوه ومقومات التربيه، فيحتاجوا الى ان احد ينبههم أنه أنت لابد أن تربي نفسك في التعامل مع الآخرين. نعم. هذا اللي أمس سمعته أنت، شلون يضرب ابنه حتى يؤدي إلى انتحار الولد، وذاك شلون ما أدري يتصرف مع زوجته بطريقة غير لائقة. نحن نحتاج إلى تأهيل يا أستاذ مرتضى، واقعا نعم. نحتاج إلى تأهيل. وهذا كنت من زمان أقول أنه أي شاب يريد يتزوج، أي شاب تريد تتزوج، لابد ندخله في دورة تأهيلية للزواج الصحيح. ملاحظة في غاية الأهمية. وظائف الزوج ووظائف الزوجة وحقوق الزوج وواجبات الزوج والزوجة كلها. ممكن عدد حتى الطلاق سيدنا أيضا يقل بالمجتمع. لا إشكال، لما ندخل ببرنامج وعي ورؤية، لا أنه هذه الصورة هي عبدة وذيك تصور نفسها أنه هي شيخة، وفي النهاية تصير صراع إرادات، مو بيت. مو بيت يعني هدوء وسكون وسكن. نحتاج حتى لما تريد تولد هالطفلة، المرأة صاعدها حمل، لابد ندخلها في دورات، دورة تربية الطفل، مو رعاية. الرعاية شيء والتربية شيء آخر. أشتري ثياب وحفاظات وموبايل تطعيم وما تطعيم، هاي كلها رعاية. نعم. والله مدرسة أهلي، هاي رعاية. الرعاية شيء والتربية شيء آخر. إذن نحن بحاجة إلى أن نؤهل الآباء كيف يكونوا آباء حقيقيين. أحسنتم سيدنا. بعض الآباء سيدنا الضرب مو تأديب، يكون ضرب لأنه عنده عقد نفسي. أحسن تشفي. أم علي أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أختي. السلام عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله، حياكم الله أختي. أنا شو اسمه سؤالي، كنت أنا مرة هنا بالزيارة الأربعينية. نعم. من الأربعينية صارت أنا بعربانة ويدفعني وليب إيش بالزيارة ودفعني خطية، خلى هاي علاقة ومية تشيرت ودعاء وما أدري شنو وعليك وهاي. نعم. والله ما أدري بي نسيت هنا أنا من ثاني يوم وصلوني الجراج بالعربانة، هذا بالعربانة وصلوني الجراج الموية، لقيت العلاقة طيتها لبول هذا لبول عربانة، هل بيها أشكال عليه وأنا ما أدري بيها ولا أعلم والله. يعني إيش قلتي؟ العفو سيدي. واضح. قلتي لأبو العربانة حاول تدور عليه لو لا أنطتها إذا يعني. أنا قلت لها اتخذها وين أوديها أنا بعد أروح أختار بيها. واضح. حرام علي. شكرا أختي. تفضلي إذا عندي سؤال. السؤال الثاني. نعم. أختي صايمة. نعم. العام ما أعطت شو اسمه، كانت ما تصوم، ما تقدر تعبانة كل جواها وهاي شو اسمه. نعم. وهسه تقول شو وقت التطحين، هسه شهر طاح صار فيها جلطه وهاي ما قدرت، قاعد تقول شو وقت التطحين هسه لو ورا رمضان ان شاء الله تسمعي الاجابه. كانت تطي كل شو اسمه كل سنه تشيس البيت واحد ما توزع. تسمعين الاجابه، كلش واضح السؤال اختي الكريمه ام علي. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا على اتصال حضراتكم. الأخت الكريمة أم علي كان عندها سؤالين، سؤال مرتبط بالإفطار عن عذر سيدنا، والسؤال الأول مرتبط بالأشياء المنسية واللي يجدها الإنسان وكيف يتصرف بها. تمام، عندنا اتصال آخر لو مشاركة لو شنو، رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم.
السلام عليكم سيدي، أنا عباس من محافظة ديقة. يعني الذرت إذا جاني ولد أصوم 4 أشهر، يعني أصوم المتراكمات وكل فترة أصوم منهن كم يوم. اللي يبغدني علي ينذر له لا. تمام. إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي الكريمة أم عباس، تحياتنا لحضرتك. نبدأ بالإجابة وإذا صار وقت هذا نبدأ بالإجابة. نبدأ إن شاء الله سيدنا بالإجابة على بركة الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من المشاركات إخواني الكرام، ونعود إلى سماحة السيد للإجابة. سيدنا، في بداية الإجابة سؤال توجيه من حضراتكم إذا تحبون. أحيانا بعض الأخوات راهم على لسانها كلمة عيني، وهي تتعامل مع رجال غرباء يعني بالسوق، بالمحلات، باتصال هاتفي مثلا، فهل من توجيه بهذا الخصوصية؟ في واقع الحال بعض الأحيان السجية والعادة هي تأخذ الإنسان أن يتكلم بطريقته، ولا يقصد شيئا يعني غلطا، أو لا يقصد شيئا يعني فيه مقاصد غلط، وإنما تقول عيني وحبيبي وعزيزي، وهو هي لا تقصد أنه تلك الألفاظ ما وراءها من العبارات، لا لا، هذه لا أشكال فيها، بحد ذاتها لا أشكال فيها، ولا بد أن يتلقى الطرف الآخر عفوية هذه الألفاظ. ولكن إذا كانت النفوس مريضة، هنا كيف يعني؟ الآن ذاك اليوم جاتني مكالمة من فتاة أعتقد من أستراليا، وهي كانت تتكلم عن الحجاب وكذا وتبكي، وأنا ليش بعيدة عن الله؟ زين، وأنا استرسلت وياها، فمن عبارتي قلت يا حبيبتي، يعني كلمة حبيبتي هي في واقع أنا أولادي وبناتي وأحفادي أتكلم معهم في الطريقة هذه، فالبعض قد هذه ليست مناسبة. أقول هي ألفاظ عفوية. نعم. هاي الألفاظ العفوية لا يؤاخذ الإنسان بها على أنه أنت وراءك مقاصد وكذا، ولكن نفوس المريضة ونفوس الغير حسب تعبيرنا العفوية تبدأ تحمل وتفسر. فلذلك حتى نغلق هذا التفسير وهذا الحمل، لابد احنا نواظب ان لا نتكلم او لا نقول كلمات تعطي إيحاءات، ماذا، إيحاءات غلط. مثل ما تقول مثلا اخي اذا ما في زحمة هذا بيش، تقول عمري، عمري كلمة على حال تقال لي النوع من حسب تعبير المودة وبيان كذا. الطرف الآخر يقول ها عجيب قالت لي عمر، هذا يعني معجبة بي. لا، هي ما معجبة بك أصلا، ممكن مرات يستغلها الطرف الثاني. لذلك أقول إذن نحن لابد أن نحسب حساب، ولذلك قيل لكل مقام مقام. أحسنتم سيدنا. إذن على بركة الله نبدأ بالإجابة على سؤال الأخ ذياب اللي هو صاحب محل، ويقول يجوني يقترضون من عندي وأنا ما عندي، فأقول لهم أبيع لك تليفوني وأجيب لك فلوس، فيقول هاي اللي أجر بها اللي ثواب بها. نيتك طيبة، أنت ما تريد ترد الناس وما تريد علي حال تخيب الناس، جزاك الله خير، ونية المرء خير من عمله. نعم، وجزاك الله خير على هاي النية الطيبة. ولكن عموما كنصيحة، هواي للصير يعني حسب تعبيرنا سهل. ليش؟ لأنه في الواقع قد لا سمح الله تصدم. حاول أن تكون كما تريده الروايات الشريفة، أنه كن حكيما، لا لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر. كن على حال إنسان بين بين. نعم. يوم اللي واحد يستاهل تكون على حال سمح كن سمح، والإنسان قد ما يستاهل واقعا حاول أن تكون شديد فيما يرتبط بقضاياك العامة والخاصة. أحسنتم سيدنا الكريم. سأل الأخ ذياب أيضا عن، قال ما هو الفرق بين دعاء الجوشن الصغير ودعاء الجوشن الكبير؟ من اسمهما، ذاك طويل وهذا قصير. وهذا من اسمهما، يعني اسم الجوشن الكبير كبير حوالي 1000 اسم وصفة من أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. وجوشن الصغير على حال جوشن، يعني نفس الأيام يقرأ وبنفس الرواية ولكن بعبارات أقصر. مفاهيم الدعاء أيضا تختلف. بلي، أحسنت. التدافع أثناء الزيارة سأل عنه الأخ ذياب أيضا. التدافع على قسمين. نعم. مرة أنا في واقع الحال
طبيعة الازدحام يصير تدافع، طبيعة الازدحام، يعني أنا أمشي على الرسلي ولكن هذا يدفعني هالصوب، هذا يدفعني، فيصير تدافع، هذا يسموه تدافع قهري. نعم. وهذا لا إشكال فيه، ولكن بعض الأحيان أنا أتعامل مع المزدحمين تعامل قاسي، أضرب هذا ما أدري أزيح هذا، وقد أؤذي شخصا في رقبته، أؤذي شخصا بكليته، أو أؤذي شخصا بظهره، هذا لا يصح. نعم. أن لا يكون تدافعنا تدافعا مؤذيا. نعم. وموجبا لإيلام وإيذاء الآخرين. أنا واقع الحال بعض الأحيان أتأذى، يعني تأتي ضربة وأنا لست يعني في وادي أن أضرب أحدا، ولكن هو يريد كذا، بعض الأحيان يتعامل بطريقة ليس هذا الإنسان مزدحم، مزدحم بس، ولكن بشكل هادئ الإنسان يقدر أن يصل إلى، فلا يكون مؤذي ومؤلم. بعض الناس سيدنا عنده متن قبل زيارته إلا يروح الشباش مال الضريح، وهذا غلط. نعم. وهذا غلط. شوفوا الجناب الأستاذ مرتضى يعرف يقول: مررت على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار والجدارة، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديارة. احنا بعض الأحيان في الواقع الأبواب والشبابيك والجدر لحرم الأئمة هي نقبلها ونتمسح بها، إن هي محل وفضاء مرقد هذا الإمام الهمام. ذاك الشباك أو حسب تعبيرنا الضريح، هذا في الواقع رمز لمكان القبر، والقبر الشريف تحت هذه الأرض بعشرات الأمتار. فعلى حال الإخوة لا يتصوروا على أنه الباب والجدار كذا، هذه هي بحد ذاتها لها قدسية، وأنا شخصيا أقبل الجدران أكثر مما أحاول أن أذهب إلى الضريح، وإن كان على حال الثلم الضريحي والروايات أنه تمسك الضريح وتثلمه هذا أمر طيب. أحسنتم سيدنا. سألت الأخت هبة عن هي والدة توأم، وقالت: هل من الواجب علينا أن يعني نعق عنهما عقيقة؟ العقيقة مو واجبة، لا العقيقة واجبة ولا الأضحية واجبة. نعم. وإنما هي في الواقع مستحب، والإنسان إذا مستطيع وعنده إمكانية لا بأس يسوي عقيقة إلى ولده أو أولاده توأم، إن شاء الله الله يحفظهم ويسلمهم إليك، ولكن عموما ليس واجبا إنما مستحبة جدا. إذا الله سبحانه وتعالى وسع عليكم سووا ذبيحتين للأولاد، إن شاء الله سووها وتوزعوها تطبخوها. الرسول كان يطبخها، يعمل معها حسب تعبيرنا ماء لحم. نعم. ويدعو المؤمنين للأكل، وقد عقل الحسيني صلى الله عليه وسلم عليه كم من الإبل، وعقل الحسن كذلك. أنت تقدر أو أنه تقول لا والله ما عندي مكان وزع كذا، وزع على الفقراء أو على الأصدقاء بنية عقيقة. بس أهل البيت يصير يأكلون منها سيدنا؟ الأب والأم مكروه. نعم. الأب والأم للأطفال مكروه أن يأكل. طيب. رسالة صوتية عن شخص يصوم صوم الواجب ويهدي الثواب لوالديه اللذين هما على قيد الحياة، يقول: هل أكون مطلوبا صيام يعني؟ شوفوا إخواني، أنا الواجب علي هو واجب. نعم. الواجب الذي أؤديه هو واجب علي، ولكن أنا هذا الواجب اللي أعمله أقول هذا الواجب اللي أعمله إذا فيه ثواب أنا أنطي له، ممتاز جزاك الله خير، وأعمالنا وقضايانا يمكن، ولكن هذا يعني أنه لابد أن أعيد هذا الصوم، أعيد هذه الصلاة؟ لا، صلاتي اللي صليتها أنا على حال صليتها لنفسي. نعم. صليتها لغيري، أنا صلاة الظهر اليوم، وما أقول أصلي صلاة الظهر نيابة عن والدي، أنا علي صلاة الظهر، بس يصير بعد الصلاة أقول أهدي ثواب ما عملته، ثواب ما عملته، ثواب ما قرأته، ثواب كذا مولاي صاحب الزمان والدي، من غير أن ينقص من ثوابي. لا ينقص من ثوابي ولا يسقط من عملي. أحسنتم سيدنا. صيام 12 ساعة في دولة أوروبية يقول، فوضع قاسي جدا، وهو يعمل بعمل قاسي أيضا، فيقول: اضطريت إلى أن أفطر بدون أن أقطع المسافة الشرعية، ماذا علي؟ كم ساعة قال؟ أعتقد قال 12 ساعة سيدنا. 19 ساعة. الله يعينهم. أي بعض دول الاسكندنافية 22 ساعة كان
يعني فقط ساعتين يفطرون كانت، الآن شوية تغير الجو. على أي حال حبيبي، نعم أنت صعب عليك، ونعرف أنه كثير من الرسائل تجي أنه سيدنا ما يطيقون أطفالنا، فنقول لهم خذوهم قطع مسافة شرعية، وخذوهم 25 كيلومتر، أكلوا وتعالوا حتى أطفال لا يتأذون، أو اطلعوا وروحوا إلى دول أخرى. قالوا إحنا ما نقدر أطفالنا يدرسون، قلنا على حال سافر. إذا أنت ما تقدر على حال تقدر تقطع مسافة شرعية يعني 25 كيلومتر تاكل، وتقول لا ما أقدر يعني الموظف وما أقدر يعني وانهاريت، لا إشكال في شربك لهذا الماء أو للأكل، ولكن تبقى ممسك وتفطر وتقضي ذلك اليوم. سنتم سيدنا وتقضي ذلك. ال 12 ساعة تقريبا، احنا صيامنا 12 ساعة، احنا 17 ساعة، احنا 17 ساعة الان، 16 من ساعة من اذان المغرب من الى ساعة يعني اي بلي من ساعة 4:30 الصبح الى ساعة 6:30. الله يعين الناس ان شاء الله ويقدرها. رسالة صوتية ايضا من طالب جامعة سيدنا، يقول انا اداوم يومين بالاسبوع في الظاهر في مدينة اخرى، ويقول اطلع الساعة 7 صباحا وارجع الساعة 4 مساء بالنسبة لصيامه وصلاته. عفوا كرر السؤال. هي رسالة صوتية سيدنا، بلي. طالب جامعة. نعم. يداوم يومين بالسبوع. جيد. يطلع الصبح ساعة بالسبعة ويرجع مساء بالأربعة، فعنده 8 سفرات بالشهر. نعم 8 سفرات بالشهر. نعم. ما عنده بعد سفرات من هنا هنا. هي رسالة صوتية ما قدرنا نستفهمها سيد. فإذا كان 8 سفرات دائما، 8 سفرات عنده بالشهر دائما، فهو في الواقع لابد أن يصلي قصر ويصلي تمام، يجمع بين القصر يجمع بينهم، ويصوم ويقضي، يصوم ويقضي. إلا إذا قال سيدنا لحظة أنا عندي سفرتين أخريتين دائما أروح أزور مثلا الحسين صلى الله عليه أو كذا، يعني كل بالشهر أنا بشكل كامل عندي 10 سفرات، إذا 10 سفرات أنت صلي تمام وصوم في كل أماكن اللي تروح لها. 10 سفرات على امتداد الأشهر مو شهر واحد. أي 6 أشهر، 6 أشهر فما فوق يعني. نعم. إذا قال لا سيدنا ترى أنا مو 8 أشهر دائما، أكثر شيء 7 أشهر، بعض الحال عفوا مو 8 سفرات 7 سفرات، يقول إذا 7 سفرات أنت صلي قصر ومصوم، صلي قصر ومصوم، لأنه دون العشرة والثمانية. فإذا خلي قواعد للأخوة. نعم. إذا كان سفراتنا من سفرة إلى 7 سفرات، إلى 7 سفرات نفطر، نفطر ونصلي قصر، نصلي قصر 7 سفرات بالشهر بشكل على حال متقطع. إذا كان عندنا 8 سفرات دائما، 8 سفرات 9 سفرات، هذه لازم نجمع بين القصر والتمام. إذا 10 سفرات فأكثر، هذه كثير سفر، الصلي والصوم تمام. سنتم سيدنا. سؤال من الأخ كاظم عن، يقول ذبيحة أريد نذبحها في أيام الإمام علي عليه السلام، فهل يشترط أن تكون ذكر هي، لا عن يعني النذر ولا عن شيء؟ لا يشترط أن تكون ذكر، حتى لو نعجة أو كذا ما في مشكلة، لا أشكال فيها. تمام. أبو محمد يقول في حالات الغضب أحيانا أرفع صوتي بوجه أمي. أمك؟ نعم أمه هو. نعم. الله، فليعتذر من أمه، يعتذر ولا يعيدها، لا يعيدها. يعني أنا خل أنبه، وهذا على حال فرصة جيدة للتنبيه. شوف شباب، من وحي التاريخ والدين والتجربة، تاريخ ودين وتجربة. التاريخ واضح أنه كم من الأشخاص الذين كانوا على حال غير بارين بوالديهم صادفوا ما صادفوا من قضايا، والتاريخ ينقل لنا. والدين يدعو الله سبحانه وتعالى على أنه كما توحدونه وكما تؤمنون به فبروا بمن؟ بوالديكم. والتجربة بيني وبين الله، رأيت في حياتي رأيت في حياتي من أشخاص لم يروا وجه الخير في تعامل في سوء بل من خلال سوء تعاملهم مع أمهاتهم بالخصوص، مع أمهاتهم. فأقول دير بالك بابا، القرآن يقول ولا تقل لهما أف، شنو الصياح عليه؟ هذا الصياح إلى مردود كلش سلبي عليك، سلب للتوفيق، سلب للتوفيق، حق باطل كل الأحوال. وأنا ذكرت ماذا، أكو قصة في هذا المجال هم جميلة جدا. نعم. إجا واحد إلى
آية الله العظمى، وهو في وقته مرجع وكبير الأساتذة في الحوزة، الشيخ العراقي، الشيخ ضياء الدين العراقي. فأجى قال له شيخنا أنا على حال عندي شهادة وعندي كفاءة وعندي كل شيء، ولكن شيخنا أنا وين ما أخلي إيدي ما جاء أحصل، أخلي إيدي بالذهب يصير تراب، ذهب يصير تراب، مو تراب يصير ذهب، أي عمل أنا فاشل ما جاء أقدر شو أسوي. شيخنا الشيخ قال له بسوي شيء بحياتك كذا مدري إيش منا ما كان يتذكر. بعدين الشاب قال له فت قضية يا شيخنا، أنا والدتي عندي مشكلة وياها، والدتي عندي مشكلة وياها، وأتحيز زوجتي أمام والدتي، يعني دائما أنا أدين والدتي وأنصر زوجتي. الشيخ وينها قال له عرف أنه هذه القضية قد تكون دعاء الوالدة، والدك والدتك قلبها محروق وقلبها مألوم، وهذا يؤثر في توفيقات الله، الله ما يوفقك، روح استرضي والدتك واطلب العفو من عندها وريحها واسعدها ودي لها هدية ودي لها كذا وقطعة قماش كذا، بوس إيدها بوس رجلها، طلع اللي في قلبها وراح أشوف الخير. هكذا ينقل على أنه تغيرت حياة هذا الشاب بعد ما استرضى والدته. أنتم سيدنا ما له علاقة الموضوع حق باطل بالنهاية، وقاعد يصرخ على أمه. بلي مو صحيح. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ علاء يسأل عن رواتب العاطلين اللي يستلمونه، هم ما يستحقوها وإن سمى هو بالأسماء بعض الأشخاص. هم شوفوا عاطلين، مو أدري القانون يقول عاطل يعني ما عنده مورد مالي، مو عاطل يعني مو موظف. البعض يقول إحنا مو موظفين فإحنا عاطلين، يعني لازم الشعب كله يصير موظف، ماكو هذا، هذا مفهوم كلش غلط وبعيد. العاطل يعني ما عنده مصدر رزق، ما عنده مصدر مالي، أما عنده شركة، عنده معرض سيارات، عنده ما أدري منجم حصى، واحد عنده منجم حصى وهذا بدرة زين، باليوم يقول 600 سيارة يطلع منك جلمود، ويعتبر رايح بالرعاية الاجتماعية مسجل، يعني هاي خسة ودناء، يعني على 150 ألف دينار يزاحم الفقراء. نحن نقول للإخوة الكرام اللي عليه حال ما كان مفروض يجيب أسماءهم أنه مو صحيح، وهذا نوع من التجاوز على القانون، وسماح السيد لا يرخص في هذه الأموال، هذه الأموال تأخذوها لا يرخص في استعمالها، ومو صحيح لا وجدانا ولا قانونا ولا شرعا، وعلى حال اشكروا الله اللي عندكم فيه. أحسنتم سيدنا الكريم. طلب من حضرتك دعاء لزوجته الأخ علاء، يعني الله يحفظها ويدفع عنها السوء ويشافيها من كل مرض. اللهم آمين. الأخت أم أمير سيدنا تسأل تقول زوجي يضرب الجهال على أي شيء يضربهم، الظاهر يضربهم بقسوة، فتريد من عندك كلمة سيدنا. وهذا قلت أنا في واقع في تعليقي على القضية، إحنا في واقع الحال للأسف يعني الآباء يصوروا أنه التربية عن الضرب، التربية عن الطفل يقعد وهو مرتبك وخائف ويرتجف، هذا مو تربية ولا هذه أبوة ولا ضبط. الضبط أن أنا كيف ابني يأتمر بالأوامر بشكل سلس ومحبب ومقتنع أن هذا الصح، البابا قال صح، مو أنه بابا قال أنا أتبع لأن إذا ما أتبع يضربني. نعم. هذا في الواقع اليوم ابنك ضعيف ما يدفع عن نفسه، بس إذا غدا باكر ابنه خابرني واحد قال سيدنا ابني كنت أضربه الآن هو قام يضربني، قلت له طبيعي، قلت له طبيعي بابا كما تدين تدان، يعني طبيعي يوم اللي أنت ابنك ضعيف الضربة هو يسكت ويستسلم، بس لما راح للنادي وصار عنده عضلات الضربة هم يضربك لما يشوفه أنت متعسف وغير مؤدب في تربيته، طبيعة الحال. يعني إحنا ليش نستر؟ الابن راح يطلع أيضا غير مؤدب. واقع واقع، هذه سنة الحياة يا شيخ، سنة الحياة أنه أنت يوم اللي تقسو مع والدك مع ابنك سيقسى عليك. نعم. أنت تقسو مع ابنك سيسلط الله سبحانه وتعالى من يقسو عليك، وإذا طرقت باب غيرك طرقت بابك، وهكذا. هذه قضية خلوها في بالكم.
أحسنتم سيدنا. الأخت أم علي بالزيارة نسى عندها شيء اللي كان يدفع المعرف، أحد الأخوة دفع يعني الأخ اللي دفع عربانتها وساعدها بالزيارة وخلى الكيس مالته والعلاقة مالته بعدين ينطته لفقير أو كذا، ما في إشكال إن شاء الله. إن شاء الله. أختها أيضا صايمة، تقول إيش وقت تنطي الطحين؟ عفوا أختها ليست صائمة، بعد رمضان لعذر شرعي. نعم بعد يعني فدية بدل الصيام. نعم بعد رمضان تنطي إن شاء الله تعالى، ما في مشكلة. يعني ما تنتظر رمضان المقبل سيدنا؟ لا لا، إذا هي عاجزة. إذا هي عاجزة تمام. رسالة، هذا آخر سؤال، رسالة من الأخت الكريمة أم عباس، تقول انذرت إذا إجاني ولد أصوم 4 أشهر، فهسه أنا لازم أصومها المتتالية، لازم أقطع. أولا صومك شنو؟ صومك يعني بطريقة شرعية؟ نذر. نذر إذا نعم. بطريقة شرعية ونذر شرعي فلازم الصومين، بس أما أنه شلون أصومه؟ بحسب النية، بحسب النية. نيتك كان أن تصومين هالشكل حسب تعبيرنا، وهذا أعتقد ليس مقدور عليه. أنت فتاة وعندك عذر شرعي بالشهر يعني أيام. عموما أنا أشكك في أصل النذر، يعني هي صيغة النذر عندها غير صحيح، فأقول أنه إذا ما عرفت صيغة النذر فهذا النذر كله باطل، مو واجب عليك أصلا إذا ما تعرفين صيغة النذر. تقول لي أنا قلت هيك يعني كلمات عرفية، هذا ليس نذرا. وإذا تقولين لا أنا نذرت نذر شرعي، قلت لله علي أن أصوم 4 أشهر، 4 أشهر في واقع الحال ينصرف إلى 4 أشهر يعني 120 يوم، سواء بلي متفرقة أو مستمرة. أحسنتم سيدنا. مطلق. يعني أختي الكريمة إذا كنت قلتي هذه الكلمة تحديدا، لله علي أن أفعل كذا، فأنت نذرك صحيح. إذا ما قلتي هذه الكلمة، قلتي مثلا أني أنذر الوجه الله كذا كذا، فهذا النذر غير معقود. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا على كل هذه الإجابات وهذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لكم. لا تنسونا في خالص دعائكم سيدنا. إذن الشكر لكم أيضا مشاهدنا الكريم على حسن المشاهدة والإصغاء والمتابعة. لنا موعد إن شاء الله تعالى لا تنسوه دائما في مثل هذا الوقت من كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. شكرا، في رعاية الله وحفظه.